ارتفاع كبير في أسعار الخضروات شهدته بعض المدن في ليبيا ولم تكن ركدلين استثناء. ارخصوا لنا شوية على الأقل، راه غالي الدنيا. كيف عاد فلفل والطماطم الحاجة احنا ما قالش غير نقصنا في النزاس ولا في التفاح، احنا قلنا على الحاجة الرئيسية بس. شنو يا شيخ؟ انت غير نقصنا شوية في الخضرة هذه كيف؟ أنا اليوم أسعارها كويسة. ها؟ مش زامس يعني. تأكيدات من أصحاب المحال التجارية بأن الارتفاع جاء نتيجة لزيادة الأسعار في أسواق الجملة، فيما أشار مواطنون إلى انخفاض ملحوظ في أسعارها، إلا أن الأسعار ما تزال أعلى من معدلاتها الطبيعية. أمس كانت الأسعار مرتفعة جدا، ووصل الفلفل ب20 دينار، واليوم بإذن الله نزل ل4.5 جنيه ولا ب10.9 جنيه. والطماطم اللي احسن حتى هو كان 7 امس نزل اليوم ب5 جنيه، الاسعار باذن الله متناول للجميع. اتمنى من وزير الاقتصاد الاستاذ محمد حويش يطلع للشارع، المسؤول لو ما طلعش شنطه للشارع مش لازم نشوفه غيرك، نبغى المسؤول يطلع في الشارع ويشوف حاله المواطن، المواطن التعبان، المواطن البسيط اللي مش قادر. أزمة أخرى تضاعف من تبعاتها أزمة شح السيولة وتأخر المرتبات تنقص من بهجة الليبيين بالشهر الفضيل وتجعل من فرحته منقوصة في ظل العوز والحاجة.